على موضوع مهم قاعد عندي سنوات وانا نحلل في الجمهورية التونسية والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني كيف كيف والجيوبوليتيك. سميتها ارض التناقضات الكبرى وتو نحلوها مع بعضنا اليوم وفيها معنى ويلزم تفهموها ونحبكم تساندوا الفيديو هذا وتنتميوا للباج باش هكاك ندخلوا في نقاش مستمر مع بعضنا. ثاني حاجه نحب نقول اللي اليوم نحب نتكلم على حاجة نسميها هنا المعجزة الاقتصادية التونسية، خاطر بعد تحليلات كبيرة وتحليل كبير مانيش فاهم كيفاش البلاد هذه تمشي وواقفة على ساقها إلى اليوم. الباراشوك متاع البلاد هذا قوي تبارك الله. التفسير الوحيد عندي اللي ربي سبحانه محافظ البلاد هذه وشعبها. تونس اليوم قاعدين كل عايشين معناها في حاجات بسيطة لحاجات كبيرة. اليوم تونس مهددة في حدودها من هجرة من جاية من أفريقيا، واتهم العالم اللي تونس دولة ما هيش معناها قالوا راسيست. نحب نذكر التوانسة الكل اللي تونس ما هيش دولة راسيست، تونس وشعبها شعب قدم خدمات كبيرة لليبيا من لومبارغو وانت طالع حتى معناها للثورة الليبية، ولليوم الليبية عايشين في وسطنا ويتمتعوا بخير الجمهورية التونسية وهم ما همش يخلصوا في الفيسك التونسي. أيضا الجمهورية التونسية في تاريخها عاونت الجزائر على استقلالها ضد الاستعمار الفرنسي، ونزيد نحب نذكركم اللي وقتها تونس أتغذر الحرس الوطني متاعنا والجيش متاعنا يعاون ويدخل في السلاح للجزائريين باش يقاوموا الاستعمار الفرنسي والعسكر الفرنسي اللي السلاح اللي كان جاي من عند الولايات المتحدة باش يعاون الجزائر في استقلالها. تونس أرض تقبل الناس كل وشعب وسالم وبلاد آمنة والحمد لله، ولهذا وقت الناس تحب ترد تونس بوليس العالم بالشاد هو معناها شاد الحدود الهجرة لأوروبا. وأنا قلت استغفر الله من الكلمة هذه، قلت عديد من السنوات ردوا بالكم باش تونس ما توليش محطة لأوروبا ونوليو نحن البوليسية متاع أوروبا باش الإفريقيين ما يمشيوش غادي. إفريقيا تصب في فلوسها في أوروبا، أوروبا اليوم جاعت تاخو فلوس الإفريقيين وتوا ما عادش تحب تقبل الإفريقيين. أنا قود والأكد أنا إنسان ناسيوناليست وطني ونحب الجمهورية التونسية في عمقي، ونقول اللي بلادي منحبهاش تكون بلاتفورم بتاع هجرة إفريقية ولا أنا بوليس الحدود الدول الأوروبية. الإفريقيين اللي عندهم برشا فلوس في أغنى معناها إفريقيا أغنى قارة في العالم وفلوسها كلها مصبوبة غادي ومحكومة بديكتاتوريين براو لأوروبا كما تحبوا، مش مسألة ومشكلة الجمهورية التونسية. لكن الجمهورية التونسية غاية قادرة باش تستوعب 100,000 من افريقيا مع المشاكل عايشتها البلاد. ابخي تو نحن ما عندناش الامكانيات الاقتصاديه او الاجتماعيه باش نجموا نستوعبوا الناس هذه. معناها هذا مشروع فاشل من راسه ومن ساسه، وحكايه باش تدخلنا في عركه كبيره اخرى اللي ما عدناش نخرج منها. نحن خلينا نتلاو مشاكلنا ساعه. ثاني حاجه حبيت نتكلم عليها، ثم برشا اعلاميين قبل ما ندخلوا في الصحيح نحب نجاوبهم بسرعة هكا في الخفيف، ديما قاعدين يسألوا فيا على حشاكم جماعة دجالة وأنهم يخلقوا في بلبلة في السياسة التونسية ويعتبروا أن الجمهورية التونسية بلاد غير ديمقراطية، اللي هما كانوا أليات الناس هذه سبيسيالمون أليات الدول الخارج وقوى سياسية أخرى وقبائل حزبية فاشلة في تطيح البلاد هذه ودخلها دخلتها في مشاكل عميقة جدا. نقول للإعلام وقت أنا ما نجاوبكش على الدجالة هذوما، ثم أربعة اليوم في الميدان، وحدك اللي تصيح ياسر واعتبرت نفسها برجيبية وهي كانت معناها تخدم عن معناها واحد شاوشة في حزب تاع بن علي، واحدة جاية قالت أنا أمريكية وقاعدة تكذب وتدجل على الناس وها كلها تصيح تتكلم بلهجة شبه قفصية زعمة زعمة، واحد آخر صديقها
عايش بفلوس مرته، وواحد آخر كان جاسوس في ليبيا ودول في الشرق الأوسط ونعرفهم الكل الأربعة هذوما. هذوما دجال كبار، وجاي وقتكم أخاتنا مش باش نخليكم في الميدان السياسي، والسياسيين والإعلاميين هذوما اللي دافعوا عليهم أنتم وليتوا ترتكبوا في جريمة، وما زلتم مواصلين، مش إعلاميين كل، ما زلتم مواصلين في الكذب، وكي تبروا معناها الناس هذه وزيدوا تقدموا في تعطيهم صوت في الإعلام، ش عملتوا؟ ترتكبوا في جريمة كبيرة ضد الشعب التونسي. علاش؟ على خاطر قاعدين تهمشوا في مشاكل الدولة التونسية. الأربعة الدجالة هذوم زعما فاهمين ما معنى مديونية الدولة 200 مليار وماشي وتطلع دينار، زعما فاهمين إفلاس الصناديق الاجتماعية اللي هي مأثرة على أجيال، زعما فاهمين اللي فما مليون وأكثر مواطن تونسي عايش مقلب 400,000 اللي هو متقاعد ما عاد عنده حتى بوسيبيليتي باش يصور أكثر فلوس، زعما فاهمين في القدرة الشرائية طاحت بأكثر من 100%، أكثر من 100 100% طاحت 100% decrease في القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي، زعما فاهمين اللي اليوم الأمن العمومي نقص تشجيع ونقص إمكانيات ونقص معناها أمن في الشارع باش يأمن الشوارع التونسية لخاطر إمكانيات الدولة ولت محدودة، زعما هما فاهمين كالحدود التونسية يحبوا ثم أنا ونقولها ثم مؤامرة كبيرة يحبوا يطيحوا البلاد هذه، بل جماعة جايين من أفريقيا يحبوا يقتحموا الجمهورية التونسية، زعما ذيك جايين أنتم في بالكم جاي غراتويتمون هكاك زعما ثم تلقائية وفما فيلم وراها، زعما الإعلاميين هذوما فاهمين اللي البلاد تعيش بين 30 و50% أمية والشبه أمية، زعما فاهمينه هذا الشيء، هذا زعما فاهمين اللي البلاد هذا الشوارع متاعها والمدن والأرياف مسخة والزبلة في الشارع وكيسات طاحت والبنية التحتية البسيطة مشات، زعما فاهمين اللي من عهد بورقيبة ما عملناش مستشفى جامعي، زعما فاهمين اللي التعليم الوطني طاح، زعما فاهمين اللي 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 تونس باسبورها ما عادش عنده فالور في العالم، no value to the Tunisian citizenship، فاهمين الشيء هذا، ولهذا انتم الشبه اعلاميين، وانا اللوم على الصحفيين الصحاح اللي يقول لك اين حريه الصحافه، انتم في بعضكم يلزم تحكموا في بعضكم، وقيمه الصحافه طاحت على خاطر انتم سمحتوا للشغلتان هذيه اللي باش يروجوا اصوات حشاكم المناظر المقلبه اللي جاونا في ال 12 سنه اللي فاتوا. الثالث موضوع اللي حاب نتكلم عليه في السياسه، جاو قاعدين العباد تنتقد كيفاش تم ناس هاي موقفه هو داخل السجن وخارجه وكذا، البلاد هذه في ال 12 سنه اللي فاتوا شفنا وزراء، شفنا حكام، شفنا مديرين عامين، شفنا رجال اعمال ونساء اعمال ومش رجال اعمال مش رجال اعمال، وشفنا معناها شفنا ارهاب ضد المؤسسه الامنيه وعسكرها في الجمهوريه التونسيه، وتوانسه قتلت توانسه، والكلام اللي حكيتكم عليه المديونيه وغيرها، زعما شكون ارتكب هذه الجرائم؟ زعما ثم جرائم اكبر من هذه؟ من هو المسؤول عليها؟ ما هو اللي فك الحكم وحبوا يشدوا الحكم وعاركوا على الحكم ودجلوا بالحكم ودجلوا بالدين وكذبوا على ربي وكذبوا على المواطن التونسي؟ هذون ثم جرائم اكبر من تفقير الاسره التونسيه؟ ثم جرائم اكبر من اهمال القوانين الدوله؟ شقولوا لي ما بحبس تقايس عاي الناس ملاح معكم، أؤكد لكم اللي مازال الصحيح واحنا باش يجي نهار بقدرة الله، وإذا ما خلطناش نحن باش نشجعوا اللي نضربوا بعصا قوية وأقوى الناس هذه التي حطمت البلاد هذه، بعد ما تجيوش تبرروا وما زلتوا ما تحشموش برشا منكم نشوفكم في التلفز والراديوات نقول ربما هذوم يعملوا مراجعة يعدلوا مخهم يهدهمش ربي زعمة ويفيقوا ويقولوا رانا فككناها الجمهورية العظيمة هذه بلادنا. وزيد اللوم على المواطن التونسي أيضا اللي كل مرة يجيك ريح تقلب الفيستا، اليوم
مشينا من السفساري والجبة القمراية والسكروتة والبلغة شلاكة بصبع مش قدو سروال قندليسة ولحم سايبة وقميص باكستاني وافغانستاني ولبسة من بوسنيا ولا لبسة من افغانستان وباكستان ولهجة بدلت وعباد كي تخزر لها تشك اللي انت في تونس تشك من اللي انت في تونس. هل اليوم الأسرة التونسية حقيقة فاهمة اللي يلزمها ترجع التنظيم العائلي على خاطر الأولياء ما عادوش ينجموا يربي أولادهم وتشوفوا في الانحراف في الشارع تشوفوا فيه الانحراف وتشوفوا في المخدرات الكبيرة في مجتمع ما عندوش فلوس بشكل خبز تسأل نفسك من أين المخدرات؟ هذه هي التناقضات الكبرى. ثم تونس النهار وثم تونس الليل واللي يحب يشوف الغرايب في البلد هذه يخرج في الليل سورتو في الصيف وتو تشوفه إيش قاعد يقع. تسأل روحك في الصباح العباد كل تتشكر في الليل تخرج البوتات مليانة والقهوي مليانة والسيارات الضخمة والفلوس والدعارة والدراج والفساد الكامل في مجتمع ضايع ما هوش فاهم روحه. هل هذه تناقضات كبيرة ولا لا؟ هنزيد نتكلم على التناقضات الأخرى اللي هي حساسة ويزم العباد تفهمها وقلتها ألف مرة وحد ما فاق وحد ما يمشي حد إلى اليوم حد ما جبد موضوع المؤسسات المالية في الجمهورية التونسية كيفاش تعمل في بينيفيس وكار وقت المواطن التونسي ميت بالشر وكلها أداءات عن المواطن التونسي 90 دينار و 80 دينار و 100 دينار وهكذا. هذيك هي حاطة للزوليغارد رؤساء العصابة الكارتال لشد الاقتصاد التونسي قاعدة وماشي وداخلة في الثراء. حاجة أخرى بلاد التناقضات تجي تشوف تلقى سيارات في تونس بين 100 مليون مليار ونص لنفس العائلات 12 عائلة ونبقى ونعاود ونكرر في الموضوع هذا فتاتر يدخلش مخ واحد يفيق على روحه باش يمشي يعمل أوديت ويفهمها. علاش في تشرب الدوفيز اللي تسلفها على ظهر المواطن تعطيها البون سنترال لل 12 نفس 12 العائلة اللي عندها البنك والاسيورونس والماء والماكلة والستاسيون دو هذيك بتاع ستاسيون سيرفيس وغيرها والوتلة هما نفس الناس اللي هما باركين عليها وشيخين وما يحشموش ويحطوا في الجرايد اللي هي نتاعهم زادة والله عملنا غوكار 30% دار سيارات كذا كذا 30% عملوا 40% دولة تتسلف الفلوس ما تنجمش تخلصها وتتسول باش تمول ال 12 عائلة بجيبوا سيارات بالدفيز وتزيد انت تخلص بين 300 ل 5 بين 300% and 500% 300% 500% فالور بتاع السيارة. ولا شنو الشوا متاعك كيران تعرفوها تاع الموت والاكتظاظ والجرائم وكيفاش يقولوا إهانة المواطن إهانته فك الميترو وكل الكيران وكل النقل الريفي وكل النقل الجماعي وكل المجرمة في الشوارع. هذه كل الصورة هي مسمها أنا أرض التناقضات الكبرى ما تفهم منها شيء. والمعجزة الأخرى اللي أنا ديما نقولها شنية مازال شد لحيود شنية لشد لحيود ربما هو جهاز الخاص الاقتصاد الخاص قبي أما ما عادش بشي نجم يواصل على خاطر اليوم أنت تخدم في الإدارة اللي هي تمثل 840 ألف موظف بين الشركات الفالسة والوظيفة العمومية والعباد تتشكى وتقول شبهها طايحة 840 ألف رهم توانسة يا توانسة رأوك ديما تقول الآخر ديما نسأل هنا نقول شكون الآخر الآخر تونسي هو خالك وجدك وولد عمك وخوك وبوك وكذا هو متوانسة. لكن الإدارة نحب الإدارة هذه تفيق وتقف على حماية الاحتكار وحماية الكارتال وحماية الجرائم الكبرى ضد الوطن التونسي اللي بعد أجيال باش تخلصها وأؤكد لكم اللي العائلات هذه أولادها لا تخدم في الأمن ولا الجيش ولا بس السلاح مش دافع على البلاد هذه ولا تلم الزبلة ولا تخدم في الحضائر ولا تقدر الكياسات أؤكد لكم هذا خاطر مجموعة كبيرة هم خماسة وصبايحية عند فرانسيس
ثم بتوش شفتوا دولة رؤساء ورؤساء حكومة ورؤساء برلمان كلهم فرنسيس واحد بعد واحد واحد بعد واحد واحد بعد واحد. أنا شيء وضع يضحك. برش عباد زاد يسألوني يقولوا لي صفيان أنت أين موقفك؟ شنو هي الموقف متاعي الأساسي؟ أو مش نقولها لكم، أنا إنسان في السياسة مسميه والاقتصاد محافظ كونسرفاتيف من اليمين، من اليمين الاقتصادي الماني. أنا نمن بالرأس المالية البحتة، مش الرأس المالية متاع الكارتال الصحيح. أنا موقفي اللي أنا موقفي واضح وديما نقولها، لا بد إلى أن أنتمي إلى الأنجلوفونية، وقلت ألف مرة العالم اليوم قرر على الأنجلوفونية، ولا بد أن نتبنى اللغة الإنجليزية كاللغة الثانية بعد اللغة العربية. يزينا من الكذب على بعضنا، فيقوا عرواحكم. أكم شفتوا فرنسا وشفتوا هذه روسيا مشالوا الطباخ باش يطيحوا، وتشاينا اللي ودت ساكتة شدوا الصف على خاطر من الجموش، من الجموش يوصلوا في الإبداع، من الجموش يوصلوا في الرأسمالية الصحيحة، من الجموش يقدموا ما تقدم الأنجلوفونية والعالم الأنجلوفوني المالي والفكري إلى العالم. هذا الواقع، هذا الواقع. نحن براغماتيين، هذه ما ثمش إيديولوجية، راه ما عنديش إيديولوجية أنا خاصة. أي برش عباد ترجع تقول يا خاطر أنت تونسي وأمريكي صحيح. أبش قولها لكم، أنا موقفي، أنا باش نحط يد في اليد مع الولايات المتحدة 100% باش نحاول ننقذ البلاد هذه، على خاطر يلزمنا أن بارتنير قوي، مو شكل القناصة اللي عايشين في أوروبا اللي جوعوا يدوروا علينا وهم جايينكم. يلزم تفهموا الموقف هذا، مش نحن خدام عن، لا يلزم بارتنرشيب جديدة وفكر جديد لتحرير، ونعطيش فرصة للشباب التونسي اللي بالفرصة هذه نحب نشجعه على الهجرة. ورد بالك خليوك يكذبوا عليك ويدجلوا عليك، وكل الناس تقول المخاخة التونسة خارجة من تونس. يا ولدي تونس فيها مليونين عباد بطالة، اش تحكي انت؟ وفيها مليون ونص يقراوا بين كذا وكذا ابتدائي وثانوي والجامعات، ما زالت ولادة تونس. اللي عنده فرصة يمشي أمريكا ويمشي كندا ويمشي لألمانيا، أخرج ومشي يخدم على روحك، على خاطر فايدة كبيرة برشا، واللي ما يفهمهاش بهم خاطر نوحدوا ونقربوا الشعوب والثقافات، والعباد تخدم بالدوبيس وتحل مخاخة، وعندك access to technology، عندك access to artificial intelligence، عندك access to business intelligence، عندك access to science to medicine to engineering to finance. واللي خرجوا كل نجحوا، واللي عنده ذراع وفرصة يحولها واضرب للأخر. دبي بيك يكذبوا عليه، خط البلاد هذه مش باش تعطيك الفرصة هذيك على الأقل 10 سنوات الجاية. ومازلت تونس فيها برشا ناس، ومازلت زادا نحب نتحدث ما هي كشنية طريقة الإصلاح. ماناش دولة إصلاحات كبرى ونعاودها، ماناش دولة إصلاحات كبرى. الفكر الجديد في الإصلاحات والتحويل، الفكر التحويلي من transformational thinking، أذكركم كل الصباحية تعب السوري أفهموها transformational thinking، اللي أوروبا اليوم تتبع فيه وتشاينا وغيرها يتبعوا فيه، اللي يلزم البلاد هذه فيها مشاريع لوكوموتيف، معناها تران راس تاع تران اللي يجبد. يلزم نرجعوا للاقتصاد البحري، نرجعوا للفلاحة، نرجعوا للتكنولوجيا، نرجعوا لعاود بناء البنية التحتية. نحن ما قوس، علاش اليوم حد ما عمل حملة وطنية لنظافة هذه البلاد؟ ونعاود نقول نهار كل نسمع في ديماغوجية كبيرة الوطنية والسيادة وغيرها، وديما نقول أنا لا، أنتم ليكم ما كمش قادرين على قيادة البلاد هذه لبناء أمة، وقت ما تنجمش نظف الشوارع متاحة وما تنجمش قد دوها تمشي. مش نقول لكم مبروك على التوانسة الكل، لحوم كل خامجة تو من قمرت كرتاج وانتهاض الحمد لله. معناها في عوض يلزمنا ديسكور ثراء واستثناء وكل الموجة تهز الناس كل، لا ايش نسوقوا بهم الكل. هذه الفكرة، هذه الفكرة موجودة في تونس ولا حد يعمل فيها، ولا منظمة وطنية سورتوك المجتمع المدني ذاك السبونساريزي بالزوان جاي. ولا نهار سمعت واحد يجي نعملوا حملة وطنية كاملة لعاود بناء البنية التحتية البسيطة. والأثرياء والكارتال إلى اليوم، ولا واحد فيكم محشم
وكتب شيك ومشى مشري 100 امبيلانس ومشى عمل جناح في سبيطار ولا مشى اعطاه فكره لعود بناء معناها المدارس الوطنيه. حتى واحد فيكم ولا واحد مشى شجع بفلوس امكانيات جديده باش نعطيوها للامن التونسي باش نقويوا الامن اللي هو يلزم يرجع للوقايه ويلزم يرجع للردع على خاطر البلاد خرجت من تحت السيطره من الفساد الموجود في الشارع والجرائم التي ترتكب ضد المواطن التونسي يوميا في الحمام متاعنا. وقت عهدنا القديم كنا العباد التونسيه كل تحنى بعضها وتعاون بعضها. فلهذه هي الصوره الصحيحه نتاع البلاد. تكلمنا على التناقض الكبرى، تكلمنا على المعجزه التي انا غير قادر تفسيرها، اما ثم حاجه التونسي ديما يدبر في راسه، لكن مش هذه استراتيجيه. مش هذه استراتيجيه وقت نتسولوا. مش هذه استراتيجيه تقص الماء ولا تقص الضوء ولا الزوز. مش هذه استراتيجيه وقت تسخن الدنيا ما عادش عندك انترنت وبعد تقول كيفاش ماناش نعملوا في ديجيتال ايكونومي. مش هذه استراتيجيه وقت الدي بي في البلاد هذه اغلى بلاد في العالم. مش هذه. وين ثم غياب كامل فكري وقيادي باش نجموا نقفزوا بالبلاد هذه. ولهذا ما نجموا نبدلوها الا ما المواطنين تبدل رواحها وتبدل فكرها وتنظف قاخها، على خاطر حتى واحد ما هو باش يعمل هذا. الحمد لله ربي يسترنا دو توت فاسون، وهنا معاكم ومازلنا مواصلين. شكرا.